البرامج بسياقاتها دي عندنا فيها مثلا برنامج ثاني مختلف اللي هو زي سيدة الموقف، واعتقد انه لا يمكن تجاوز المرأة في السودان. صحيح. كويس، بدءا من الكنداكا والميرم واتهام بأم الفقراء، ديل بالضرورة حضورهم في المشهد السوداني، سواء كان المشهد السياسي، سواء كان المشهد المهني، سواء كان المشهد الاقتصادي، وده حيتجلى بشكل كبير جدا في منتج البرامج القادمة. فبالتالي هي عندها حضورها في تسجيل في دفتر تاريخ السودان. نعم. فلا كان لابد ولزاما علينا انه يكون عندها موقفها الراتب والثابت من كل ما يدور. فكان سيدة الموقف، وده على راسه اخوتنا الاستاذه منى عبد الهادي هي في التقديم والانتاج واخراج الشاب، واحد من الشباب اللي كسبتهم القناه في الفتره الاخيره اللي هو الشاب يوسف ساتي كمخرج للبرنامج. فبفتكر انه دي واحده من اللي هو بيبقى شكلين مغايرات ومختلفات لاشكال بتاع برامج. نتكلم شويه عن سيدة الموقف، يعني اي انسان في الحياه بحيث انه هو يعني في اقصاء كذا لتقديم المواهب والابداعات وكذا، فالمراه السودانيه هي خلاف انه هي عامله معانا، والتحيه لها سامي موجوده الان بجواري يعني. فنتكلم شويه عن قدر كيف ممكن البرنامج يدي دفعه قويه للمراه السودانيه هي تبدع وتبرز المزيد من الجماليات اللي عندها. يعني هو طبعا مساله الان العالم كله في اتجاهاته هو بيسعى لتمكين المراه والشباب، ده توجه على مستوى العالم، ومشتغل عليه مجموعة من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والمنظمات الدولية والمنظمات حتى بتاعت المجتمع المدني الموجودة داخل السودان. ده لأنه دور عظيم أصلا، يعني هي بدءا من الأم والأخت والزوجة والحبيبة والبنت وما إلى ذلك، وبالتالي وجود ضرورة في المشهد وضرورة وجود في شاشة الشروق، لأنه نفتكر إنه هو ما من عليها بقدر ما إنه هو محاولة لإنه نقدم المرأة السودانية في ثوب مختلف. نعم. كويس، لأنه العالم تماما يشهد لها عبر التجربة الأخيرة في الثورة السودانية الآن. صحيح. عندها حضور القوي والراسخ وأسست به حقيقة، قدمت تجربة هي نموذج لنساء العالم. صحيح. وده نحن قد تكون شهادتنا في المرأة السودانية مجروحة باعتبار أننا هي أمنا وأخذنا. أنا مستمتع وأنتم من جديد يتحدثوا عن المرأة السودانية. لكن بفتكر أنه المشاهد لها في الريف، ودي يمكن حتظهر في برضو في بعض البرامج، المشاهد لها في الريف إنها هي أهم عنصر الآن في الاقتصاد السوداني. صحيح. في الاقتصاد السوداني الآن هي بتزرع. صحيح. هي بتنظف زراعتها، هي اللي بتحصد، هي اللي بتسرح بالبهايم، وهي ست البيت الممتازه جدا اللي قاعد تربي اطفالها وقاعد تعتني بزوجها. فبالتالي بيبقى ده دور مقدر لها، وافتكر انه احنا حتى المساحه دي هي مساحه ضيقه، يفترض انه نديها مساحات اوسع، لكن في غالب خرطنا البرامجيه يمكن ان ننظر للمساله دي بزاويه ثانيه مختلفه.